حياكم الله من جديد. اليوم عندنا شروط الختام، بس قبل شروط الختام نبغى منكم كل واحد فيكم يعطيني أمنية يبغاها. خلاص، أمنية أمنية، أعطني أمنية تتمناها يا عبد العزيز. أمنية أتمناها إن الله يشفي كل مرضى المسلمين. آمين إن شاء الله. السرطان والكبد والفشل الكلوي كامل المسلمين إن شاء الله. آمين إن شاء الله. وأنت يا رند؟ أتمنى إني أصير متفوقة في كل أعمالي ويصيرون ماما وبابا مفتخرين فيني. يا سلام. وأنت يا حسن؟ أمنية في حياتك إيش تتمنين؟ أتمنى يرحم جميع المسلمين أجمعين. يا سلام. وفقهم في حياتهم بس. يا سلام. وأنت يا عسونة إيش تتمني تصيرين؟ أميرة. ها؟ أميرة. آمين. اللهم آمين إن شاء الله. وأنت يا عسل؟ أمنيتي إني أسافر للفضاء. تسافرين للفضاء؟ أي. تاخذيننا معك ولا تخلينا؟ تسافرين علينا؟ لا خليك. خلينا؟ تروحين فضاء لحالك؟ بين السحب والنجوم؟ حرام عليك. ها؟ وأنت يا عسل؟ أنا أبغى أروح دبي. دبي؟ دبي. أبد أبشري طال عمرك. دبي بس؟ دقي علي بيجر وأوديك على دبي. غير إيش بتسوي في دبي هناك؟ وش ودك تسوي في دبي؟ ايش تسوي في دبي؟ ها؟ ها؟ تسوي اشتري. تشترين؟ تقدر اشتري. وش تشترين؟ اشتري لبس. لبس من دبي، ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافيه. تشترين معاك ولا؟ طيب يعطيكم العافيه، شكرا لكم. بخليكم انا عبد العزيز مع شوطة الختام، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من صغار ستار. السلام عليكم.